بسبب كورونا تأخر تصوير مستمر كورونا يعني تصوير الجزء السابع من سلسلة أفلام ميشن امبوسيبل أو المهمة المستحيلة تأخر 5 أشهر، لكن رجل المهمات المستحيلة الممثل الأمريكي توم كروز عاد بقوة. فمن كم يوم بس كان عنده مغامرة تمثيلية خطيرة، وهذه المرة مثل كل مرة حبس أنفاسنا أثناء تصويره بعض المشاهد في النرويج. بالمناسبة عشان لا تتهوروا ياخذكم الحماس وتروحوا تقلدوه، لازم تعرفوا انه توم كروز اتدرب 4 مرات على سفح هذا الجبل قبل التصوير، وكمان في موقع التصوير كان في طائرة هليكوبتر بتراقب الوضع، وبرضو اصلا في كل الاحوال تدريب ولا من غير تدريب اجراءات سلامة او لا، ما حد يسوي كذا.